بسم الله نبتدي بداه ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم يا أهل الخير. بنتكلم النهاردة إن سبحان الله الحياة دي يعني في لحظة كده، في لحظة، في غمضة عين تلاقي حد كان عايش معاك أو يجي لك خبر مرة واحدة يقول لك ده فلان مات، انت تبقى مستغرب ومندهش. لكن حقيقة الحياة وحقيقة الدنيا ان هي كلها على بعضها ساعة او ربما كمان اقل من ساعة، والله يعني رغم التشبت ورغم التمسك بيها ورغم كأنك عايز تعمر مليون سنة، لكن في لحظة كده ولا كأنك كنت موجود. خلينا نتكلم عن اشياء بتحصل معانا في حياتنا وفي دنيتنا، احيانا بعض المفاهيم بتكون خاطئة من وجهة نظرنا او حساباتنا بتكون غلط. خلينا نكمل اكتر مع شيخنا الفاضل والجليل واخويا وحبيبي اللي دايما بكون سعيد بوجوده معنا، شيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اهلا بك مولانا. اهلا وسهلا معك دكتور، ربنا يحفظك. رحب الله بك والسادة المشاهدين الكرام في الجنه ان شاء الله. الله يكرمك ويحفظك يا رب. تفضل يا مولانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على امام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيب ربنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسننه وسار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذه الدنيا الحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. الذكي الفطن الذي يعتبر بغيره، والسعيد من اعتبر بغيره، والتعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. تمام. لأنه ليس أمامه فرصة للعودة ولا للتوبة. وحينما أفكر في حقيقة هذه الحياة أتذكر أنبياء الله والمرسلين كيف كانوا وأين هم الآن. صحيح. حينما أتذكر في الحياة وزخرفها وزينتها ومتاعها أتذكر سيدتنا آسيا بنت مزاحم زوج فرعون التي خلد الله ذكرها في القرآن الكريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة كان عندها المال والجمال والملك والخدم والذهب والفضة وكل الأرض في مصر، إذا كان زوجها كان بيقول أليس لي ملك مصر، زوجها اللي قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك لم تخضع ولم تذل ولم تحيد عن الطريق الصحيح والطريق الحقيقي وهو طريق الله سبحانه وتعالى. جميل. وأصرت أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده وتتحدى فرعون حتى حينما عذبها ودق في أطرافها المسامير وصلبها على الجبال وتركها للطيور تأكل منها بعد أن عذبها. يا الله. مع ذلك هذه المرأة الله سبحانه وتعالى خلد ذكرها في القرآن الكريم ليقول للمؤمنين جميعا في الأرض قاطبة اعلموا أن المثل والقدوة لكم امرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا لكل المؤمنين امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مش عايزة أكتر من إيه؟ أيوة. من بيت، وهي كانت قاعدة في إيه دكتور؟ في قصر. مش كده؟ ملك الدنيا كلها كانت تحت قدمها، ولكنها اختارت بيتا
وهنا بقى يقول لك سادتنا الكرام كان يقول لك اختر الجارة قبل الدار. قبل الدار صحيح، شوف مين اللي هتقعد جنبه، فهي بجوار الملك سبحانه وتعالى. اختر الجار قبل الدار، نفس القصة ربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ربنا يحفظك مولانا. استأذنك ونستأذن أهل الخير، معنا تقرير عن المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز، هنشوف حال ووضع المسجد وصل لإيه، ونرجع بإذن الله نكمل مرة أخرى مع أهل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قرية أبو المعاطي الباز، مركز بن عبيد، محافظة الدقهلية، من المسجد الكبير بقرية أبو المعاطي الباز، مجمع إسلامي يضم دار تحفيظ القرآن، مصلى نسائي، مسجد. المجمع طبعا زي ما انت شايف حضرتك على مساحة 650 متر، وإحنا بنناشد أهل الخير من كل مكان إن يوقفوا معانا ويسندونا إن إحنا نبني بيت من بيوت الله، ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه، وكلنا عارفين كده. وبنناشد كل واحد هيجي بنفسه يتبرع بايده المحجر على بعد 200 متر مننا، يجيب شكاره اسمنت، يجيب 500 طوبه، اللي ربنا يقدره عليه هيعمل عمل لنفسه، عمل ينفعه. وطبعا هجيب اللي مقاول معانا، هو طبعا عنده علم بكل حاجه عني، المعلم ثروت عطيه. معلم ثروت، ايوه يا راجل، اتفضل معانا هنا بعد اذنك. انت طبعا عارف التكلفه وعارف الشغل، هتقول للمشاهدين التكلفه قد ايه بالنسبه للقواعد والسميلات. بس بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدانا في المسجد الكبير، هو عباره عن مصلى وتحفيظ قران ودار لتحفيظ القران، وتكلفه القواعد ديت حوالي 17 طن حديد، 80 طن اسمنت، في حدود 200 متر سن، في حدود 150 متر رمل. وكده ان شاء الله تكون السيميلات وقفت على العمل ان شاء الله. السيميلات ان شاء الله واقفه على العمل باذن الله، بإذن على الصبر باذن الله. وانت حضرتك ان شاء الله هتخلص ان شاء الله شد خشب انت ان شاء الله، يعني باذن الله على يوم السبت كده ان شاء الله. واحنا بنناشد اهل الخير، احنا والله شدنا اهوت وكله على الله، والله لسه على الله كلنا، وبنشد ان واحد ابن حلال يبن لنا يقول اخد الجامع ده على عيدي او يساعدنا باي حاجه يا رب. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اقرب مسجد لنا هنا على بعد 200 متر، وطبعا 2 كيلو، وطبعا الجامع زي ما انت شايف حضرتك على طريق عمومي بيربط بالمحافظتين، محافظه الدقهليه ومحافظه الشرقيه، والطريق طبعا طريق عمومي كل الناس بيجي تصلي فيه. والمكان طبعا ما كانش باخدنا، طبعا المساحه دي كلها ما كانتش الجامع، كان في هنا وحده صحيه، وبعد الحاجات ضمناها للمسجد وعملنا توسعه بحيث ان هو يكون مجمع اسلامي كبير يضم دار تحفيظ قران ومصليه نساء والمسجد، ودي هيبقى حاجه يعني مناره للدقهليه ان شاء الله. يا أهل الخير، يا ناس طيبين، احنا هنا قرية أبو المعاطي الباز، مركز بن عبيد، بنعمل صرح دار تحفيظ قرآن، وناس الجامع عشان نصلي، وعندنا الحريم ما عادتش بتصلي لأن الجامع متهد، واحنا قرية 5000 أو 6000 فرد، وظروفنا كلنا على قدها، فبنناشد أهل الخير، يا أهل الخير ساعدونا ان احنا نبني الصرح ده اهو، دار تحفيظ قران ومسجد عشان ولادنا يصلوا واحنا نصلي. فبنناشد اهل الخير، يا بخت من جاب طوبه في بيت ربنا. بنناشد اهل الخير، يا اهل الخير بنناشدكم عشان نبني المسجد ودار تحفيظ القران. ولو سمحت يا استاذ وريهم الصرح، وريهم المسجد،
وروهم القريه، احنا قريه 6000 فرد ما عندناش الا المسجد ده اهو. انا عندي 51 سنه باجي 700 متر عشان اصلي في المسجد، وما عادش عندنا مساجد الا مسجد وزاويه صغيره خالص ما بتقضيش الناس. فبنناشد اهل الخير، ساعدونا ساعدونا يا اهل الخير. ده المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز بمحافظة الدهلية. أي حد عايز يشارك فيه بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة. بنتكلم عن إن الدنيا سبحان الله يعني زي ما بتدخل منها زي ما بتخرج، وأعمالك كل نفس ذائقة الموت. كلنا متأكدين وعارفين الآية القرآنية إن كل نفس ذائقة الموت، يعني كلنا بلا استثناء هنموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله، هي الدنيا دي تلاقي فيه صراعات كده، وتلاقي فيه مشاكل، وتلاقي الواحد بيحارب وعايز 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 يكبر في كل شيء، وعايز يعمل وعايز، وفي النهاية ولا كأنك كنت موجود. واللي هيفضل السيرة الطيبة، السيرة الحسنة، واللي أفضل من ده كله الأعمال الصالحة اللي هتنفعك بعد ما تموت. لكن في بعض الناس بيكونوا ثروة وبيعملوا وبيوصلوا لأعلى المناصب، لكن ما عملش حسابه انه بعد لما يموت ويدفن في قبره، هل الاعمال دي مستمره معايا؟ هل انا عملت لليوم ده، ولا كل اللي فات ده كله راح هباء منبثا كده، ولا كانه كان موجود؟ يعني هنكمل معكم اكتر مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اتفضل يا مولانا. الله سبحانه وتعالى قال: وانما توفون اجوركم يوم القيامه. كل نفس ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه. ولما تشوف يا دكتور وإنما توفون، توفون مأخوذة من الوفاء، والذي يوفيك أجرك هو الله. تمام. كان أحد الصالحين حينما سأل ذات يوم فقال: إذا قامت القيامة فمن الذي يحاسبني؟ قالوا: الله. قال: الله، الله هو الذي يحاسبني؟ أيوة. نجونا ورب الكعبة. سبحان الله، نجونا ورب الكعبة. لأن الله سبحانه وتعالى: لا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. تمام. الله سبحانه وتعالى هو الأولى بالجميل. وإذا كنت تحسن الظن بالخلق وتثق في هذا وتثق في ذاك، وتحب هذا وتكرم هذا بحسن ظنك فيه، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. جميل. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أنا كنت قلت يوم القيامة، مظبوط؟ نعم نعم. تمام. طيب، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت. نعم. خلاص كله هيموت. نعم. وإنما توفون أجوركم، وكأن في بعض الناس هيموتوا ولسه أجره ما اكتملش مثلا، ما خدش أجره. وإنما توفون أجوركم. الله يفتح عليك. كأن الله ادخر لهم أجورهم ليروها يوم القيامة. يوم القيامة أعمالنا تكون كخزائن مغلقة. تمام. تفعل العمل وتقدمه خالصا لله. جميل. لا يفتح إلا يوم القيامة. تيجي بقى عند الميزان، وينصب الميزان، ووضع يا الله الميزان، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وضع الكتاب. يا الله. وضع كتابك. أيوة. وأخذت كتابك إما باليمين، نسأل الله كتابك أن أكون منهم. أيوة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. حسيبة. أنت بقى اقرأ. وذلك من جميل ما قرأت يا معالي الدكتور. أيوة. أن الله سبحانه وتعالى ينادي على عبده يوم القيامة ويدنيه منه، والخلائق كلهم على رؤوس الناس. تمام. فيسبل الله عليه ستره ويلقي عليه ستره وكنفه ويقول: عبدي اقرأ كتابك هذا. فيقرأ كتابه فإذا به يرى حسنة، قدم حسنة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فيرى هذه الحسنة ويرى ثوابها عند الله، فيخر ساجدا، فيبيض وجهه، فيفرح. ثم يقول الله تعالى:
عد فقرأ كتابك فإذ به يرى سيئة فعلها. تمام. وهو في ستر الله وكنفه. أيوة. فلما رآها يسود وجهه فيخر بين يدي الله ساجدا معتذرا، فيعود فيقرأ كتابه فإذ به يرى حسنة فيسجد، فيرى سيئة فيسجد، والخلائق ينظرون فلا يرون إلا رجلا وقف للحساب بين يدي الله وبين كل لحظة وأخرى هو ساجد بين يدي الله، فيقولون ما لهذا الرجل الذي أعطاه الله كل هذا الفضل حتى يخر ساجدا بين يدي الله. سبحان الله. ستره الله في الدنيا وهو عاصٍ وستره في الآخرة وهو عاصٍ. يا رب ربنا يسترنا جميعا يا مولانا. اللهم أمين. خلينا نروح للأعمال اللي بتساعد على ساتر الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة، الأعمال الصالحة واللي بتكون دائما عبارة عن صدقة جارية، اللي هي إنك تساهم في بيت من بيوت الله وإنك تكون عمود أساسي في هذا الصرح أو هذا المسجد أو هذا البيت، إنك تكون أنت المؤسس والمشارك فيه. عندنا بنقول المسجد الكبير في قرية أبو المعاطي الباز، هنشوف التقرير ونرجع نكمل معكم مرة أخرى بإذن الله في دنيا ودين، وأيضا مع أهل الخير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قرية أبو المعاطي الباز، مركز بن عبيد، محافظة الدقهلية، من المسجد الكبير بقرية أبو المعاطي الباز، مجمع إسلامي يضم دار تحفيظ القرآن، مصلى نسائي، مسجد المجمع طبعا زي ما انت شايف حضرتك على مساحة 650 متر، وإحنا بنناشد أهل الخير من كل مكان إن يقفوا معانا ويسندونا إن إحنا نبني بيت من بيوت الله، ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وكلنا عارفين كده. وبنناشد كل واحد هيجي بنفسه يتبرع بإيده المحجر على بعد 200 متر مننا، يجيب شكارة أسمنت، يجيب 500 طوبة، اللي ربنا يقدره عليه هيعمل عمل لنفسه، عمل ينفعه. وطبعا هجيب اللي مقاول معانا، هو طبعا عنده علم بكل حاجة عني، المعلم ثروت عطية. معلم ثروت، ايوه يا راجل، اتفضل معانا هنا بعد اذنك. انت طبعا عارف التكلفه وعارف الشغل، هتقول للمشاهدين التكلفه قد ايه بالنسبه للقواعد والسيميلات. بس بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدانا في المسجد الكبير، وعباره عن مصلى وتحفيظ قران ودار لتحفيظ القران، وتكلفه القواعد ديت حوالي 17 طن حديد، 80 طن اسمنت، في حدود 200 متر سن، في حدود 150 متر رمل. وكده ان شاء الله تكون السيميلات وقفت على العمل ان شاء الله. السيميلات ان شاء الله واقفه على العمل باذن الله، بإذن على الصبر باذن الله. وانت حضرتك ان شاء الله هتخلص ان شاء الله شد خشب انت ان شاء الله، يعني باذن الله على يوم السبت كده ان شاء الله. واحنا بنناشد اهل الخير، احنا والله شدنا اهوت وكله على الله، والله لسه على الله كلنا، وبنشد ان واحد ابن حلال يبن لنا يقول اخد الجامع ده على عيد ايه او يساعدنا باي حاجه يا رب. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اقرب مسجد لنا هنا على بعد 200 متر، وطبعا 2 كيلو، وطبعا الجامع زي ما انت شايف حضرتك على طريق عمومي بيربط بالمحافظتين، محافظه الدقهليه ومحافظه الشرقيه، والطريق طبعا طريق عمومي كل الناس بيجي تصلي فيه، والمكان طبعا ما كانش باخدنا، طبعا المساحه دي كلها ما كانتش الجامع، كان في هنا وحده صحيه، وبعد الحاجات ضمناها للمسجد وعملنا توسعه بحيث ان هو يكون مجمع اسلامي كبير يضم دار تحفيظ قرآن ومصلية نساء والمسجد، ودي هيبقى حاجة يعني منارة للدقهلية إن شاء الله.
يا أهل الخير يا ناس طيبين، احنا هنا قرية أبو المعاط الباز مركز بني عبيد، بنعمل صرح طرد حفظ قرآن وناس الجامع عشان نصلي، وعندنا الحريم ما عادش بتصلي في لأن الجامع متهد، واحنا قرية 5000 أو 6000 فرد وظروفنا كلنا على قدها، فبنناشد أهل الخير يا أهل الخير ساعدونا إن احنا نبني الصرح ده اهو، دار تحفيظ قرآن ومسجد عشان ولادنا يصلم واحنا نصلي، فبنناشد أهل الخير يا بخت من جاب طوبة في بيت ربنا، بنناشد أهل الخير يا أهل الخير بنناشدكم عشان نبني المسجد ودار تحفيظ القرآن، ولو سمحت يا أستاذ وروهم الصرح وروهم المسجد وروهم القرية، احنا قرية 6000 فرد ما عندناش إلا المسجد ده اهو، أنا عندي 51 سنة باجي 700 متر عشان أصلي في المسجد، وما عادش عندنا مساجد إلا مسجد وزاوية صغيرة خالص ما بتقضيش الناس، فبنناشد أهل الخير ساعدونا يا أهل الخير. ده المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز، واحد من الناس اللي كانوا موجودين هو ضيفنا اللي مشرفنا وصاحب البرنامج الشيخ عيد إسماعيل، تفضل يا مولانا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولنا برحمته وبفضله وبكرمه وأن يمن علينا بجوده. الحقيقة معالي الدكتور، حينما تنظر إلى هذا المسجد المبارك قبل وبعد، قبل عملية الهدم وبعد عملية الهدم، قبل عملية الهدم قابلت بعض الأشخاص وآبائنا وأهلنا هناك في قرية أبو المعاطي الباز، أقصى أمانيهم أن يجدوا مكانا للصلاة، مكان آمن، مكان يسع القرية بالكامل، مكان يستطيع أن يصلوا فيه صلاة الجنائز ويصلوا فيه صلاة الجمعة ويصلوا فيه التراويح ويصلوا فيه صلاة العيدين، والأمر بدأ لهم كحلم بعيد المدى. تمام. أنا طبعا الحقيقة توجه بكل الشكر إلى الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل وصاحب المن وصاحب الكرم وصاحب الجود على أنه وفقنا إلى هذا الخير، ووفق مؤسستنا المباركة مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله أن يعني يكون لهم من اسمهم نصيبا، انتسابهم إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز صاحب العدل وصاحب الرحمة وصاحب المعروف وصاحب النفقات في الخير، هذا الرجل الذي دخل إلى الولاية وهو أمير بمعنى الكلمة، كان الناس يعرفون أن هذا الطريق مر فيه عمر بن عبد العزيز من رائحته بعد الله. مرور ساعة مثلا مر في الطريق يقول لك مر من هنا عمر بن عبد العزيز من رائحته، بعدما تولى أمر المسلمين لبس الخشن وترك كل مناظر الطرف ومظاهر الترف وبحث عن لقاء الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. وقال لامرأته فاطمة وهي من يعني أهل العز أيضا ومن أهل أيوة. وكان أهلها أهل كرم وأهل جود وأهل عز، قال لها إذا شئت أن تعيشي في قصرك فأهلا وسهلا، وأما أنا فأعيش في حجرة كأفقر رجل من المسلمين، سبحان الله. قالت الحياة حياتك الموت موتك، وعاشت معه هذه الأصيلة الكريمة يبحثون عن الله سبحانه وتعالى، يبحثون عن ما قدموا. ولعل يا معالي الدكتور الفكرة التي تراودني الآن أنني حينما دخلت آخر مرة إلى المقابر ونظرت إلى مساحة القبر، متر عرض في مترين طول، تمام، وحجارة من كل الجوانب، وأرض يدفن فيها الإنسان، تذكرت في هذه اللحظة كم من ملك كان له علامات، فلما صحيح. علامات يا الله، فلما علامات كم من إنسان عاش على هذه الأرض تجبر وتكبر، وحينما تكلمه يقول لك ألا تعرف من أنا، ألا تعرف أنا ابن من؟ صحيح. ابن من؟ أنت ابن التراب.
من التراب خلقت وإلى التراب تعود، منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنت ابن التراب وتعود إلى التراب، ويأكلك الدود، وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذه وتلك تحمل في بطنك العذرة يا الله التي تأنف أنت منها. فمن أنت؟ قيمتك عند الله سبحانه وتعالى ماذا قدمت لنفسك؟ أيوة. الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الفرصة قدامك، ومؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز عاملة لك تيسير عظيم جدا، تقدر حضرتك تروح بنفسك تشوف المكان وتساهم بنفسك، كأمنا التي قابلتنا في مسجد عمر بن الخطاب يا دكتور في صحيح. إحدى المرات، وكانت جايبة جرار رمل. وأظن أيوة. كانت من القاهرة صحيح، وجاب تاكسي مخصوص ورجع بتاكسي مخصوص، وطلبنا نصور معه ورفضت، قالت هي عاملة الكلام ده لله يعني وشفت ظروفها الصحية أيوة. كانت صحيح. كيف مش قادرة يعني. مش قادرة تمشي على رجليها، فلا الناس تقدر تيسر عليك، يبعثوا لك المندوب إن شاء الله وتساهم وتتابع معهم أول بأول إن شاء الله، وتشوف بإذن الله تعالى هذا الإنجاز، ويكون لك قصر في الجنة بهذا العمل الصالح. اللهم أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، أيضا شكرا جزيلا لحضراتكم. كان معنا بنقول المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز بمحافظة الدالية، نتمنى يا رب ينتهي على خير علشان أهالينا في أمس الحاجة أنهم يصلوا في المسجد. يا رب دايما مع بعض في الخير مكملين. اللهم أمين. بشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.